ما معنى اسم مروة؟ من أحد الأسماء العربية الجميلة والعريقة اسم مروة، وقد تعددت معانيه، ففي معاجم اللغة العربية فإن اسم مروة هو اسم علم مؤنث مفرده مرو ويعني الصوان، والصوان هو الحجر الصلب الذي يقدح به، أي أن المروة ضروب من الصواني توجد في الأرض على أشكال متعددة، أهمها الرمال والحجارة البيضاء، وهي رقيقة براقة تقدح منها النار. إضافة إلى ذلك، هناك أكثر من معنى لاسم مروة، وقد قيل أنه نوع من أنواع الرياحين أو نبات عطري طبي، وقيل أن مروة هي من جمعت أسماء الأخلاق، وهو مشتق من المروءة، وفي أقوال أخرى فإن المروة هي اللؤلؤ البيضاء، والمروة هي المرحة النشطة. إن لاسم مروة إيحاء إسلامي، حيث أن المروة هو موضع من مواضع شعائر الحج في الحجاز، وهما الصفا والمروة، الصخرتان اللتان طافت بينهما السيدة هاجر عندما كانت تبحث عن الماء لتشرب وترضع طفلها إسماعيل، ويسميها العثمانيون ميرفت ومروة. قيل في علم الأسماء أن من تحمل اسم مروة عادة تكون مرحة وفكاهية، وأنها عقيمة عميقة التفكير، ولها حق عقل منفتح، ولا تستطيع التعامل مع الشخصيات السطحية، حجتها قوية ومنطقها واضح ومباشر، لا تخضع ولا تستسلم لوجهة نظر أحد، وشخصيتها قوية بالرغم من أنها عاطفة.